مين العالم اللي برع في الرياضيات والفيزياء؟ عند هاي مربع اثنين ثلاث. أحمد مش شايفة منيح، تعال عد لي إياهم. تعال يا ستي، هاي ابن الهيثم صرح حللها 190 مرة. متى حلنا هاي أول مرة؟ تعال عد لي إياهم، خلينا نتأكد منها. حاضر جاي، بس خليني أمسح هالصندوق. آلة موسيقية وترية تتكون من ثلاث أحرف، عود. حليناها هاي أحمد، أعطيني دفتر جديد. ستي شو هذا الكتاب؟ عن أي كتاب عم تحكي؟ أعطيني دفتر جديد، بدي أحل كلمات متقاطعة. أعطيني كتاب جديد. قصدك على الكتاب الأحمر؟ آه هو. وين لقيته؟ بالصندوق اللي كان فوق السدة. أعطيني أعطيني، أنا بقرأ لك إياه. بس أنت كيف بدك تقرأي؟ الخط كثير صغير عليكي. هذا الكتاب بديش عيون عشان أقرأه، بقدر أقرأه بقلبي. وين احنا؟ شو اللي بصير معنا؟ سيف؟ سيف؟ انت منيح؟ حنين؟ عداي سيف، انت بخير؟ صابك شيء؟ خليكي خليكي لا تتحركي. عداي روح دور على شنطتي، فيها اسعافات اولية. يلا بس وين بدي الاقيها؟ اي مكان دور عليها. بسرعة عداي. لقيت. احنا وين؟ انتوا مين واحنا وين؟ احنا مين؟ تتهبل انت؟ كل هذا بسببك، انت اللي كنت سايق فينا واجينا هون بسببك. روقي روقي روقي، ممكن حد يكون معاه مي؟ اه انا معي مي، استنى ادور عليها بشنطتي. لا ما تتعبي حالك، لقيتها وفاضي، شكلها فقعت مع الحادث. طب شو رح نعمل؟ يا ترى شو رح نعمل؟ شو الحل؟ احنا بمكان ما بنعرف ايش هو، ولا بنعرف معالمه، ولا معنا لا مي ولا اكل، شو رح نعمل؟ لازم نلاقي حل. خلينا ندور على ناس. خلينا ندور على حدا يساعدنا. يا عالم يا عالم يا ناس يا عالم يا عالم يا ناس يا عالم يا ناس. الأرض مش أرضنا، والسماء نفسها، والهواء نفسه قاعدين نحس فيه. وين المي والنبات؟ هم مقومات الحياة. لازم ندور على أشياء تخلينا عايشين على هاي الأرض. خلينا ندور على إشي يساعدنا. لازم ندور على إشي. أنتوا مين؟ مسكوني عليه. اهدي اهدي. مسكوني عليه. اهدي اهدي. لازم ندور. اسمع انا عندي حل. انت وياها تروحوا بتدوروا هناك، وانا وياها حنروح لهذا الاتجاه وندور على شيء. اتفق الأربعة الواصلين الى الكوكب على ان يذهبوا في رحلة استكشافية حول العالم، والتي اقتضت بأن يتجه كل اثنين منهم نحو اتجاه معين، شرقا وقربا، شمالا وجنوبا، في رحلة تقصي وجمع للمعلومات ومعرفة أماكن تجمع المياه ووجود النباتات، إلى أن يعود الجميع إلى الوسط. وخلال رحلة الاستكشاف وجدوا جزءا واحدا من الكوكب في الظلام وهو بارد، وجزءا واحد في الضوء وهو بارد. إنهم يستكشفون الكوكب ويدركون أن الطريقة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي العيش في الحدود بين النور والظلام، وقضاء يومهم في النور ثم النوم في الظلام. وقد أطلقوا على اليابسة التي يعيشون فيها أرض الحياة، وذلك لأنها منحتهم الحياة التي ظنوا باستحالتها البقاء على سطح كوكب ثفر. وحرصا على الأجيال القادمة، قام الأربعة الواصلين إلى الكوكب
بوضع قوانين البقاء والنجاة على سطح كوكب صفر. استعداد. هلا بدنا نأدي تحية الالتزام بالقواعد، وهاي القواعد رح نكتبها عشان نعيش على هذا الكوكب بسلام. استعداد. 1 2 3. حط عندك أول قاعدة، نتقاسم المكان بالتساوي، والمي حق للكل وبرضو بالتساوي، والثمار اللي بنزرعه وبنحصده حق للكل وبرضو بالتساوي، وأكبر حدا فينا من الرجال لو صار في مشكلة، والمي للجميع. هاي حكيناها، أعطينا شيء جديد يا زلمة. لازم الكل يتعلم. الله عليك يا سيف. عليكم. وأي إشي على هذا الكوكب هو ملك للجميع. يلا
الخبز لامين، لابو محمد. دقيقة، ابو يوسف. لا، ابو محمد. لا، لمين انا سويت؟ لابو محمد. دقيقة. ابو يوسف صح، حبيب الكل. مرحبتين. هاي القمح. شكرا يا بنتي. الحمد لله كويسين. اليوم عندي كم حركة، إشي كثير مرتب، لازم أعلمك إياهم. جاهزة؟ يلا، واحد، اثنين، ثلاث. واحد، اثنين. واحد، اثنين. واحد، اثنين. أستاذ عبد الباسط، هذا البحث رح يغير مجرى البشرية كله. هذا الاختراع رح يفيدهم كتير، أقول لازم يعرفوا فيه مشان يستفيد منه. بتصدق؟ آه. لازم ضروري كتير نشاركه مع مين؟ مع أستاذ هدي وطلابه. طبعاً. يلا. صباح الخير سيف. مرحبتين. كيف حالك؟ كويس الحمد لله. كنت بفكر إنه أستاذ هدي مساحته أكبر من مساحتك. شوف المحل تبعك صغير، لازم نعدل القوانين صح؟ كيفك أستاذ عدي؟ أهلاً. بدي أخذ دقيقة من وقتك. تفضلي. كنت بفكر إنه أنت حاشر الطلاب مساحة صغيرة، لازم يعطوك مساحة أكبر، ما بصير صح؟ والله صح. لازم نعدل القوانين. مزبوط. كيفك دكتورة؟ أهلاً ميرا، تعبانة؟ لا، جيتك بموضوع. تفضلي. كنت بفكر إنه أنت كبيرة وفاهمة، ما بصير ناخذ مشورة الكبير، بكفي ناخذ مشورتك. بس مش هاي القوانين؟ لا، لازم نغير القوانين صح؟ معاكي حق، أنا واحدة متعلمة، كلكم هون بتحتاجوا لي. صح، مفروض مشورتي هي أصلاً اللي تمشي، ما مش فاهمة إحنا اللي رادين عليكو. أنا حدا أصلاً كثير مهم. اسمع، أنا بدي حقي. أي حق؟ لا تصرخ. كيف ما صرخ؟ اسمع، أنا بقول لك اسمع، عندك تحت يا زلمة، شو كيف ما صرخ؟ روح شو فيك؟ دير بالك. اسمع، دير بالك. بقول لك زمان تحت. مالكم يا جماعة؟ من أمتى في سكان الأرض في بيننا مشاكل؟ طول عمرنا إيد واحدة ومنحب بعض وملتزمين بالقوانين. اللي عملتوه كتير كتير غلط. صار يا ستي إن سكان كوكب صفر انقسموا إلى ثلاثة أجزاء مختلفة. جزيرة الحياة في النص بين النور والظلام، وجزيرة النار، وجزيرة الجليد. طب هسه رح يرجعوا للأرض اللي عاشوا فيها من 100 سنة؟
اشرب مي وخليني أكمل لك القصة. اسمعوا، أنا عرفت كثير من هذا الوضع. لازم نلاقي مكان تاني غير هذا الكوكب ونطلع منه. معك حق والله، الوضع بطل ينطاق، مش قادر أتحمل الشوب أنا. عن جد بشرتنا انحرقت ومش عارفين إنها ما في عتمة. هذا عصفور ولا بتهيأ لي؟ لا هذا مش عصفور، العصافير ما بتعيش في أماكن أصلاً. يا ترى من وين حيكونوا جايين وعوين رايحين؟ معقول بيناموا؟ طب فكركم من وين بيجيبوا أكلهم أصلاً؟ دقيقة شوي، هسا لو نلحق هذا الطير ممكن نوصل لأرض الحياة؟ فكرة، خلينا نجرب. طب يلا قوم. يفضح آخ. جربوا سووا هيك بإيدكم يمكن تتدفوا. اعمل اعمل سدين يمكن تتدفى. أنا كتير بردانة وكتير خايفة، بركن طلع دب وأكلنا. يطلع لك دب يأكلك؟ هذا إذا ما قتلك البرد. نحن جوعانين، من وين بدنا نجيب أكل نأكله هسا؟ أنا كتير بردانة وكتير جوعانة، لازم نرجع جزيرة الحياة. عندي فكرة، تعال نحاول نكسر الثلج اللي تحتنا، يمكن نلاقي تحتيه سمك نأكله. يلا. يلا. أنا ما معي إشي. ما نفع، بدنا إشي أقوى، دور في جيابكم يمكن تلاقوا إشي. أنا ما معي شيء. أنا معي هاي. وأنا معي كرم. نحاول. انكسر. يلا يلا تعال. تشيل الثلج. استنوا. استنوا. لقطنا سمك، تعالوا تعالوا مش حموت من الجوع. أخيرا. يا. يا هسا هاد همك؟ قول الحمد لله مش حموت من الجوع. اخيرا يلا كبنا نطبخها. كان في ضو 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 ضو. معقول هذا السمك اللي بيضوي؟ لا تمسكها بلاش تكهرب. ما بتكهرب، قريت عنها كتاب. يعني مش مصدر نار؟ لا. طيب هسا هي كمان تحتاج مكان وسط تعيش فيه، لازم نروح وراها منشان يمكن نلاقي جلسة الحياة. معقول ترجعنا على الجزيرة؟ يلا يلا مش حموت من البرد. يلا ربيت باليوم. يا الله كتير زهق. لعب ولعبنا واكل اكلنا نوم ونمنا. يا جماعة قلنا من وقت الزلزال واحنا عم نحاول نعزف سمفونية الوحدة ومش عم يزبط معنا، بالتحديد انه ما ضل منهم غير عدد كثير قليل. ليش هم وين راحوا؟ مش معقول يا سيف ان عايشين هنا اكتر من سنين ولساتك بتنسى. قوم قوم اخبز لنا شوي. انا سارة الطيارة الغدارة. اسم سارة.
بس حاب أقول لكم إنه في ناس من جزيرة النار جزيرة الجليد جايين. شو؟ مين أمه؟ مين؟ إيش في؟ مين مين؟ متى؟ أجو أجو. في ناس شكلهم كتير غريب. في ناس لونهم أصفر وفي ناس لونهم أزرق. ما بيشبهوا أي شيء شفناه قبل. وأخيراً لقيناكم. بدنا نعيش معكم برضو الحياة. لا ما بنفع نرجع نرجعكم. إذا جيتوا راح تدمروا مجتمعنا. أرجوكم. متنا من الحر. هم 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 راح يحرقوكم بس إحنا راح نبرد عليكم. أرجوكم دخلونا متنا من البرد. برضو إذا جيتوا برضو راح تدمروا مجتمعنا. والأكل ما بكفي ولا الزرع بكفي. ارجعوا وين ما كنتوا. بكفي. خلونا نعطيهم فرص. ايش يعني حطتونا فرص؟ يعني اسمعوا منه شكله حدا فاهم. اعطونا فرصه. اعطونا فرصه. احنا بالنهايه كنا يعني. معاكو شو قلتوا؟ حتعطونا فرصه؟ حتعطونا فرصه صح؟ ايش جاوبونا؟ انتوا مين من وين جايين على وين رايحين يا فرحانين؟ ان ما جيتوا بذاك فرار هذا ما شاء الله. ما في رجعة ما في باك الليلة اشتباك حندخل من الباب أو من الشباك سنين طويلة راحت كنا فيها في ارتباك نحكر المجرة تاني ما في اختراق الظروف كانت عجيبة فرقتنا من الحق خلت أشكالنا غريبة ما وصلنا لنتيجة جيناكم بمحبة مودة واحترام ننسي الخلاف ناخذ خطوة للأمام أجدنا من سفر من قديم الزمان الرجعة كانت واضحة كرؤية في المنام ننزل الأمام احنا جينا باك والتاني ما في باك انتو مين من وين جايين على وين رايحين يا فرحانين وجهكم مخيف شكلكم غريب لبسكم مريب اسلوبكم عجيب ارجعوا من مجد وسكوا ذاك الطريق ارجعوا نفر نفر انسوا كل ما حصل هذه ارض ولنا هذه ارض وسفر يلا باك يلا باك جو باك جو باك ننتبه للوسطة نحن من زمان فرقنا الزال العنف عن المكان اسمعوا قصتنا يا أخي آن الأوان لا نعرف النوم في النهار بانتظام تلال في المنظومة حقوقنا مهضومة غريبة شافوما شيطان القسام شجار انفجار بين الليل والنهار جيل بعد جيل سنين من الرحيل بالحب والعطاء والجهد والعمل سعود معا سعود السفر زلزال كامرة للأسف رح يتدمر طب كيف ممكن نمنع انه ما يتدمر؟ لازم نرجع نفكر بشكل حياتنا مرة تانية محتاجين نوقف الزلزال عشان الكوكب ما يتدمر لازم نحل السلام بيننا لازم السلام يحل بيننا
لازم نعدل على القوانين. ايش؟ شو هالرقم؟ اهدوا، الحل بسيط. ايش هو؟ نرجع نغني اغنية الوحدة كلياتنا زي زمان. طيب عادي، بدنا نرجع نجرب. طيب يلا نجرب. يلا يلا نجرب. يلا يجتمع كل الناس على هذا الكوكب معا مرة أخرى، ويدركون أنه لا يمكن فصلهم، وأن لديهم جميعا الحق على هذا الكوكب، وعليهم مساعدة بعضهم البعض، وخاصة أولئك الذين هم أقل حظا. وأخيرا يتذكرون أنهم جميعا يأتون من نفس المكان، ويمكنهم العيش معا بسلام. وقرروا إعادة تأسيس قواعد الكوكب وإضافة قاعدتين جديدتين: 1. قبول الآخرين باختلاف مظاهرهم وألوانهم وملامحهم. 2. الترحيب بكل مخلوق يمكنه الوصول إلى الكوكب. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة.